المكونات اللي غنحتاج ليهم 3 كيسان ونصف ديال الكوك اي جوز الهند. بالنسبه لجوز الهند انا طحناه كنعبروه عادي، كتعبروا جوز الهند عادي، الكوك كتعبروه عادي، من بعد عاد باش كطحنوه. يعني عبرت الكيسان 3 كيسان ونصف ديال الجوز الهند عادي، من بعد عاد باش طحنتو كنحصل على خليط بحال هكايا. وعندي هنايا حليب مركز محلى. بالنسبه لحليب مركز محلى راني سبق لي وحضرتو، اللي بغى يشوف طريقه ديال التحضير ديالو يرجع للقناه يلقى الفيديو. والتزيين غنحتاج الشكلاط اسود. دابا ندوي على بركه السيد لها طريقه التحضير. نوضع الكوك نضيف عليه حليب مركز محلى. تبقاو تضيفوا حليب مركز محلى حتى يجمع لكم خليط ديال الكوك. هو الخليط في الاخير كيفاش عاد هانتو معايا. انا شت المول اللي غنوضع فيه هاد الخليط ديال الكوك، وضعت ليه ورق سوفيريزي. هو الخليط قديته من الفوق، دابا غندخلو المجمد ساعة ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. هو الخليط ديال الكوك خرجته من المجمد، دابا غنزولو من المول. غنزولو دابا من المول، نديرو هنايا فوق القطعة، نزوليه ورق شوفيريزي ونقطعو قطع صغيرة بحال هكايا. قطعو بحال هاد الشكل هدا، قطع صغيرة. نقادوهم بحال هكا، ندخلو لهم هاد الشنيتفات لي خرجو لهم من الجناب بحال هكا، نقادوهم بيدينا. بحال هكايا نبقاو نديرو نفس العملية حتى نكملو القطاع ديالنا. لعدنا دابا غندوزو باش نزينو القطاع ديال الكوك بالشكلاط. عندي هنا الشكلاط دوبتو، نوضع القطعة ديال الكوك بحال هاد الشكل هنا في قلب الشكلاط.
نضعها هنايا فوق بلاستيكه بحال هذا الشكل. هاي الحلوة اللي حضرنا اليوم في الشكل ديالها النهائي، هانتوما هي كيفاش تجي من الداخل ديالها. زبريتها من الفوق بشوية الشوكولات. كنتمنى الفكرة تنال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائلة ديالكم والأصدقاء، وإلى اللقاء مع فكرة أخرى.